سكتوا على شيء؟ هالموضوع انحل وجرنا المعمل لغيره. ما في غير الشغل تحكوا فيه؟ لإمتى بدنا نضل قاعدين هون؟ بدنا نضل بعاد عن بعض؟ يمكن اليوم أنا وخالتي نرجع على اسطنبول. طولي بالك، نحكي بهاي القصة بعدين. شو مشان مشروع الطاقة؟ شو قررت؟ لسه ما قررت يا كريم. آه، اليوم اتصلوا خبروني إنه خلصوا ترميم الجسر، عم يسألوني إمتى بدك تساوي الافتتاح. وأنا كمان بدي أكون موجودة معكم. كم واحد بقيان عنا؟ بقيان النص تقريبا. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. عاصي كيفه كريم؟ شفتي هنيك؟ شعره صاير أبيض من الشيب، وشه مصفر، بس ما بعرف من الجنازة ولا على فراقك. بالله خلاص بلغ العزة هلا، مو وقته هالمزح. بتعرفي ما قدرت أحكي معه قدام الناس، بس وضعه كان عادي، ما كان مبين عليه إنه زعلان كتير. يعني ما بعرف. طيب معقول ما أقدر يقلك ولا كلمة؟ على الأقل يبعت لي سلام معك مثلا. أخته ليلى شو وضعها؟ ما حكالي عنها كتير، يمكن هي أصغر مني بشوي، بظن إنها بعمرك. بس هيك؟ يعني كريم ما حكالك عن أخته بالمرة؟ والله حكينا، هي مثل أخوها، قريبة من عيلته الأمير وبتحبهم، يمكن هي بتشتغل مثلهم. ليش في شي؟ أنت شفتيها هنيك ولازم تعرفيها أكتر مني. كأنه في شي بينه وبين أمير. كيف يعني؟ ما بعرف، بس حسيت كأنه بتحبه. شو قررت؟ بدك ترجع لإسطنبول؟ والله ما بعرف يا أمير. كريم، شو ما كان قرارك أنا معك، ما عندي استعداد أخسرك أبدا. إذا بدك ضلك معي كتير منيح، بس إذا بدك ترجع إسطنبول حط ببالك إنك ما تقطعني. بدك يعني ضل معك حتى نتناقر؟ أنت كبرت القصة ورحت على إسطنبول، ما فكرت قديش أنا بحاجة صديق تناقر معه وخانقه. معقولة أنت أمير عم بتدور على حدا تتخانق معه؟ تعرف أنك زلمة بتحب المشاكل؟ بجوز. بدك تدير بالك، أنا كمان بحب المشاكل. ها ما قلتي لي كيف كانت سفرتك مع أمير؟ شو صار؟ يعني شو حكيتوا على الطريق؟ شو بدنا نحكي؟ ولا شي، اصلا كل واحد كان بيهمه. عاصي وينك؟ نعم بابا. بالظاهر ابوك اشتاق لنا. هيك قلتك؟ اهلين بابا. اهلين اهلين. ايمتى بدنا نفلح الارض؟ لازم نفلحها باسرع وقت، بس المصاري اللي معنا يا دوب يكفوا حق المازوت، وما رح نقدر نستاجر تراكتور، مضطرين ندبر حالنا باللي معنا. طيب مو مشكله، بس من وين رح نبلش؟ منبلش بالأول بالأراضي الغربية، لأنه الأراضي الشرقية آسيا. بابا؟ أنت بس تزعل مني بحس حالي وحيدة، لما بشوفك مهموم بحس الدنيا سودت بوشي، بحس حالي من دون سند. بعرف يا بنتي. تعي نقعد. ما بقدر اتركك زعلان مني. انا حاسس اني عم بظلمك، عم تقضي احلى ايام شبابك بالارض، وهذا الشيء اللي مخليكي واعية بهالعمر. انا كنت مثلك، لما خلصت دراسة الحقوق ورجعت ابي كمان الله يرحمه حملني مسؤولية المزرعة، وهلأ انا حملت بنتي المسؤولية مثل ما سوى ابي معي، حملتك الهم. ما كان بدي اياكم تعيشوا بهم، بس الهم لاحقكم، بس انا كنت عم بغلط بدون قصد. كل ما انا بخسر انت كمان تخسري، مع انك انت هلا باول حياتك، وكمان بكير عليك اللي تحملي كل هالمسؤوليات. يا ريت اقدر اعطي هالعصفور جناحات نسر كبير اللي يطير فيها.
هالأراضي الصخرية دفعت حق دم قلبي لحتى اشتريتها، وهلأ قاعد وناطر تليفون من الأستاذ أمير، كتير ضايق في اليوم. قلت لحالي خليني شوف هالولاد. شو هالتليفون بقى؟ وشو بده يخبرك؟ شبه جوزك مزعوج كتير الأيام ريمان. وضعه كتير صعب بابا، يا ريت لو تقدر ظرفه. أساسا بسببه رح شارك أمير بمشروع الطاقة هاد، ولا أنا شو بيفهمني بالطاقة والعلاج المصدي؟ آخ لو ما كانوا حفيداتي. خلص بابا ما في داعي لهالحكي هلأ، بس لو يتصل أمير ويعطيني خبر. حاسس حالي تورطت بشغلة ماني قدها. بدك أني أكل همك مثل أيام زمان بابا؟ شو نسيت لما كنت صغيرة كيف كنت استناك للصبح لحتى ترجع من التهريبة؟ عطول بالي مشغول عليك، بدك تفوت من حقل الألغام رح تحسن تنفض منه. معقولة هالمرة رح يقدروا يمسكوا لأبي ولا لا؟ بقى مشان الله لا بقى تخوفني عليك. شوفي هالماضي شو ساوى فيكي، ساوى منك ست بكل معنى الكلمة. ما شاء الله عليكي يا بنتي، الله يحميكي. اعطيني المفتاح عكاش. تفضل. صاري لسه عندك امل تشغله للتراكتور ها؟ بلا ما تستهين فيه جمال اغا، صحيح وضعه تعبان بس الرمد اشوى من العماح. يلا لكن الله يوفقكم. خاطرك يا بنتي. الله معك بابا. لسه لهلا ما اتصل هالملعون، بده يجلطني. ماما مو كنا رح نلعب. ليش عم تبكي؟ بابا مشان الله.